مرحبا مواليد برج الحمل، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون شهر اكتوبر؟ هل يا ترى شهر افضل من سبتمبر، افضل من شهر اب اغسطس، افضل من شهر جولاي اللي مرقوا؟ هذا الشهر بيتميز بوجود الشمس في برج الميزان يلي هو برج بيعاكسكم. مرة واحدة بالسنة في عنا الشمس بتكون بتعاكسكم، وبالتالي الخطوط العريضة لشهر أكتوبر هو شهر يا أما مواجهات، يا أما شهر خلافات، يا أما شهر ارتباطات، حسب أنتو كيف تاخدوها، كيف تتعاملوا مع الظروف، كيف تتعاملوا مع الأشخاص يلي بيطلعوا بوشكم، بيحكوكم، بيحاولوا يوصلوا معكم إلى نتيجة. فهو شهر متقلب، الجزء الأول منه يعني من تاريخ 1 لآخر يوم 22 أكتوبر في عنا معاكسات من الشمس. الجزء الثاني من 23 لآخر أكتوبر، السبت 31، أريح شوي. إذن الجزء الأول مختلف عن الجزء الثاني. الجزء الأول متقلب صعب شوي، الجزء الثاني أحلى وأروع وبيفسح في المجال حتى يصير في أخذ وعطاء. الحلو بهيدا الشهر إنه في عنا فولمون، يعني القمر بيكتمل ببرجكم، وهذا حدث بيصير مرة واحدة بالسنة، ورح يكتمل بأول يوم بشهر أكتوبر يعني بتاريخ 1 يلي هو الخميس، تحديدا الساعة 9:06 المساء توقيت العالمي، يعني المنتصف الليل بيكتمل القمر ببرجكم. حدث كتير 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 مهم، لأنه كأنه بيفصل وبيقسم سنة 2020 إلى قسمين، ما قبل 1 أكتوبر وما بعد 1 أكتوبر 2020. حدث كتير مهم لأنه بيسمح لمواليد برج الحمل من أول يوم في هذا الشهر أنه يكونوا عارفين حالهم وين رايحين، وبالتالي بدكم تبلشوا تفكروا، بدكم تبلشوا تخططوا، بدكم تقولوا شو هي أولوياتكم لشهر أكتوبر نوفمبر وديسمبر. هذا إذا ما بدي أخذ 6 أشهر من أكتوبر ورايح. إذا عندكم مسؤولية تجاه حالكم، عندكم مسؤولية تجاه الآخرين، عندكم 6 أشهر تقريبا من أكتوبر لنيسان أبريل 2021 لحتى تكون عم تتوضح عندكم الأمور، واضحة الأمور ومنطلقين بخطوة بخط أو بمشروع جديد. شهر أكتوبر بالرغم من تقلباته المزاجية عندكم، تقلبات المجتمع تجاهكم، لأنه يبدو أنه خلال هذا الشهر هنالك بعض المناوشات والخلافات، لكن أنتوا أدوا قدود، في عندكم المشتري بعده عم بيساعدكم، في بعض التقلبات ماشي الحال، لكنه شهر فيكون مثمر. لكن من هلأ عم بقلكم الأيام الأقل حظا في هذا الشهر هي قليلة الحظ، والأيام الأكثر حظا هي لا بأس بها وهي جيدة ولازم تستفيدوا منها 100% وما تتركوها تمرق مرور الكرام. كوكب المريخ بعده عم بيتنقل ببرجكم، فبدكم تكونوا حذرين منتبهين أول شيء من الطرقات، من المجازفات، من الأماكن الحذرة وين ما كنتوا بالعالم. حتى لو كنتوا بتجمعات بدكم تكونوا حذرين، حتى لو عم تسوقوا عمهلكم تبهوا من الآخرين، تبهوا لصحتكم. بآخر هذا الفيديو بذكر المواليد اللي بتوقع تحت تأثيرات المريخ بهذا الشهر، ولازم تكون جدا حذرة خاصة في الأيام الأقل حظا. كوكب الزهرة هو كوكب الحظ بالنسبة لكم هذا الشهر، لأنه كل الشهر كله من أوله لآخره رح يساعدكم كوكب الزهرة جالب الحظ على شغلتين. بالرغم من كل الضغوط يلي عم بتعيشوها بشهر أكتوبر، هنالك حظ مهني وهنالك بعض المفاجآت الحلوة يلي بتاخدوها على صعيد صحي. فاحتمال إنه العمل والمجهود يلي بتحطوه خلال شهر أكتوبر رح تاخدوا مقابله. عاطفيا بكل هذا الشهر هنالك ضرورة لفسح في المجال لتسمعوا للآخر، لأنه أنتوا رح بتكون خلقكم ضيق، بالكم منه طويل، مع احتمال أنه يكون في نوع من ما رح أقول تلاسن،
لكن اختلاف في الرأي لا سيما في الأيام الأقل حظا. الجزء الأول من شهر أكتوبر بحذركم من الخلافات، العلاقة يلي منا قوية في احتمال أنها تتعرض لتقلبات واهتزازات قوية. الجزء الثاني من شهر أكتوبر يعني من 23 ل 31 أريح، هنالك مجال حتى يكون فيه تسويات، مصالحات، أجواء حلوة، وفي إمكانية لحتى تقدروا تحكوا مع الناس تسمع لكم، ويكون في عندكم ختام جيد للمسائل. يعني فيكم تساوموا، فيكم تحكوا، فيكم تناقشوا، فيكم تشتغلوا على ملفاتكم، فيكم حتى تغيروا رأيكم، لكن اختاروا الأيام الأكثر حظا. بكل هيدا الشهر مولود ومولودة برج الحمل بلاقيكم وبعتبركم نوعا ما مزاجيين، بالكم قصير، مستعجلين، ويمكن تكونوا انفعاليين. الأيام الأكثر حظا بتكونوا قادرين توصلوا وقادرين تحققوا الكثير، فرجاء أن طولوا بالكم خلال هذا الشهر، منا لحال الأمور ستستقيم. من ناحية تانية حكينا عن القمر المكتمل ببرجكم بتاريخ واحد، من ناحية تانية في عنا قمر جديد بيلتقي القمر والشمس ببرج الميزان وذلك بتاريخ 16. هذا التاريخ أو بالأحرى هذا القمر الجديد، القمر العملاق، قد يفسح في المجال لتسوية أو لخلاف، ارتباط مهني، ارتباط عاطفي، أو طلاق أو انفصال أو مشكل بالشغل، فبكون كونوا حذرين. فكل هذا الشهر هو شهر حذر، لكن شهر قوي، أنتم عندكم قوة، أنتم منكم مستضعفين أبدا، وأنتم منكم مساكين أبدا، بالعكس العالم بتخاف منكم، وبالتالي لازم تركزوا لحتى ما يكون في عندكم مشاكل. المواليد اللي بعتبرها لازم تنتبه من تأثيرات كوكب المريخ، كونوا حذرين 6 ل 16 نيسان أبريل، ويوميا وبالأبراج الأسبوعية رح بذكر تحديدا هذه المواليد حسب كل أسبوع وكل يوم. ننتقل للأيام، الأيام الأكثر حظا في شهر أكتوبر، تاريخ 1 2 3، تاريخ 11 و 12، تاريخ 19 و20، تاريخ 28 29 و30. الأيام الأقل حظا هي تاريخ نسبيا تاريخ مساء 8، تاريخ 9، تاريخ 10، تاريخ 15 و16، تاريخ 21 22 و23. الأضعف هو تاريخ 22 الأضعف هو 26 و27. بدي أتمنى لكم شهر جيد، وإلى اللقاء مع الأبراج الأسبوعية واليومية للمزيد من التفاصيل. باي باي.